انا عايز اقول لكم ان احنا لما جينا اتحركنا وبدانا في الخطه ديت، خطه شرق العاصمه بالكامل، كل الناس قال لك بيعمل الكلام ده لصالح مصر الجديده ومدينه نصر. انا عايز اقول لا، مفيش كلام من ده، في حاجه لصالح الناس. الناس الحركه اللي موجوده على الكتله دي يوميا 2-3 مليون سياره في اليوم. احنا بنرحمهم بحركه كويسه سهله اقل تكلفه في الوقت وفي الوقود اللي بيستعملوه كده. فيعني ما بنعملش اجراء الا في اطار خطه متكامله للدوله لمعالجه اثار، يعني اثار صعبه، مش هقول ثابت ولا كلام اللي كده يعني. انا بس عايز اقول اللي انتوا بتشوفوه ده زي الصور اللي فاتت واللي ممكن تكونوا شايفينها كده، بقولها للاعلام وبقولها للمواطنين، هو ده الحال، هو ده الحال. نصلحه ولا نسيبه؟ نصلحه. طب نصلحه على حساب الناس ولا على حساب الدولة، اللي هي الدولة في الآخر شعب مصر. يعني الثمن اللي بيدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله. طب بيهمني هنا أقول إيه؟ أقول حاجة واحدة بس. أنا دايما أقول لكم إيه؟ براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين. مش هم قعدوا الكم أسبوع اللي فات يعني يولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبة اللي إحنا بنعملها. اللي إحنا إيه؟ ما إحنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا. ما نسكتش ونعمل ونصلح فهيبقى في ظروف صعبه. فهم بيختاروا الظروف الصعبه عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا، وانا بقول انتوا بتتحملوا. وبالمناسبه انا هو اللي بيتعمل مش بيكم انتوا، هو اللي بيتعمل في مصر.